هيئة الاستشعار عن بعد في مصر بتقوم بجهود كبيرة جدا في كتير جدا من التخصصات، خاصة انه عندنا كوادر بشرية على اعلى مستوى في هذه الهيئة. بيتم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في كتير من المجالات في بلدنا عشان نستفيد بيها لدرجة كبيرة، سواء في تحقيق التنمية المستدامة ومد مؤسسات الدولة بالبيانات المطلوبة عن طريق بقى كل الوسائل المتاحة والاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية. بتستخدم أيضا في مجال التنقيب أو الكشف يعني عن الآثار، ويمكن ده كان يعني اللي شفنا خلال السنتين اللي فاتت الاكتشافات الأثرية الكتيرة كان بسبب برضو نشاط هذه الهيئة، هيئة الاستشعار عن بعد، اللي كانت بتستخدم في مجال الآثار وغيرها من المجالات. كمان بتقوم هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بنشر هذه الثقافة، نشر ثقافة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وبيقوموا بتدريب طلاب الجامعات وطلاب المدارس، بينظموا ورش عمل ومؤتمرات متنوعة عشان ينقلوا هذه الخبرات وهذه الثقافة إلى الأجيال الجديدة ونخلق كوادر بشرية جديدة في هذا المجال. خلونا نتعرف على التفاصيل. معنا على التليفون دكتورة غادة عطا يوسف، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. صباح الخير يا دكتورة غادة، أهلا بحضرتك. صباح الفل، أهلا بحضراتكم. أهلا بيك. إيه اللي الحقيقة اتفضل. ايه اللي بيتم تحديدا فيما يخص تدريب الطلاب، وليه اتجهت الهيئه الى تدريب الطلاب، خاصه انه يعني في جهود كبيره ونجاحات محققها الهيئه بالفعل على ارض الواقع في كثير من المجالات؟ خلينا نتفق ان استراتيجيه التنميه المستدامه لمصر، رؤيه مصر 2030 البند الرابع تحديدا، بيتكلم على دعم القدرات البشريه ودعم الابتكار للشباب. فاحنا جزء من منظومه الدوله، فبالتالي هيئه الاستشعار من اهم اهدافها هو نشر وعي وثقافه تكنولوجيا الاستشعار وعلوم الفضاء في المجتمع المصري. فشبابنا احنا اولى بيه، شبابنا حق إنا عليهم ان احنا ندعمهم، ان احنا نعرفهم التكنولوجيا الحديثه دي ايه، ايه هو الاستشعار، ايه هو علوم الفضاء، ازاي بشارك بالتكنولوجيا دي في التنميه المجتمعيه، ازاي بقدر او اخلي الشباب يتعلم التكنولوجيا دي عشان يبقى له دور في تنميه مجتمعه بعد كده، عشان اقدر اخرجه لسوق العمل يقدر يشتغل. دايما دايما لما اتكلم الشباب ونديهم توعيه نقول لهم دوروا على الجديد، دوروا على المختلف عشان تقدر تلاقي لنفسك فرصه كويسه في سوق العمل. فالحقيقه احنا بنديلهم ده، بنديهولهم بطرق بشكل برامج التدريب يا دكتوره غاده اللي بتتقدم. احنا بندي دورات تدريبيه متخصصه في علوم الاستشعار والفضاء. في عندنا تدريب صيفي مجاني لطلاب الجامعات، ممكن ندرب نصل ل 2000 طالب مثلا في السنه، بيبقى اونلاين واوفلاين. عندنا دورات تدريبيه متخصصه للناس اللي عايزه تشتغل على السوفت وير وعايزه تتعلم ايه هو الاستشعار وازاي بنستخدم صوت القمر الصناعي وازاي بنطلع منها ماب، والماب دي بنستخدمها في ابلكيشنز مختلفه زي ما حضرتك قلتي، في الاثار، في الزراعه، في البيئه، في الميه، في اي تخصص. والفكره الجميل ان احنا اي تخصص بيدخل معانا، اللي خريج زراعه بيشتغل معانا، خريج اداب بيشتغل معانا، خريج هندسه، كمبيوتر ساينس، كل التخصصات اللي ممكن التخصص بتاعه بيخدم التنميه فهو ممكن يتعلم تكنولوجيا الاستشعار، بتبقى اضافه للتخصص بتاعه. هل الفئه العمريه المستهدفه او اللي بتتلقى هذه التدريبات هم طلبه الجامعات فقط، ولا بننزل شويه لطلبه ما قبل الجامعه بحيث هم كمان يبقى عندهم رؤيه واضحه لما يحدث فيما يخص تكنولوجيا الفضاء والتقنيات الحديثه ما قبل دخول الجامعه؟ هو طبعا طلبة الجامعات هم أكتر ناس بيتدربوا عندنا، لكن احنا اهتمينا في الفترة الأخيرة جدا بطلبة المدارس، وعملنا أكاديمية الواقع الافتراضي، تبسيط علوم الاستشعار والفضاء من خلال الفيرشوال رياليتي، الأوجمنتد رياليتي، من خلال حدوتة بنحكيها للأطفال أو اللي هو سن مراحل التعليم ما قبل الجامعي. الحدوتة دي بنعلمهم ازاي بتبحثوا عن المعادن والصخور من خلال الإليانس، من خلال الكرتون، من خلال الفيرشوال رياليتي، ازاي تركب قمر صناعي، القمر الصناعي ده ازاي بيشتغل، وازاي بطلع منه صوره، ازاي ببحث منه. تبقى ساعه راوند عندنا في الهيئه. احنا ما اكتفناش بكده، احنا كمان ابتدينا نعمل ورش عمل.
انت بتشتغل ده فيرتشوال، لا انا كمان هعلمه لك. عندنا اقمار صناعيه كانسات، كانسات دي اقمار صناعيه تعليميه خصيصا للاطفال، بنعلمهم ايه هي البرد وازاي بتركبها وازاي بتطلق القمر الصناعي، ونعمل سيميليشن للاطلاق، بنفرج الولاد ازاي القمر وهو طاير، ازاي بنتلقى البيانات وازاي بيصور، بنوري له سيميليشن او محاكاه للتكنولوجيا كلها زي ما يكون اشتغلها بايده، فبتبقى حلوه قوي والاطفال بيتلقوها. ايه مدى يعني اشرح لنا استجابه بقى الطلاب سواء في الاطفال او ما قبل التعليم الجامعي وطلبه الجامعات، اكيد برضو شكل الاستجابه بيختلف من هنا لهنا. هو بصي لو ابتدينا من الكبار طلبه الجامعات، فطلبه الجامعات بيطلبوا تكنولوجي، بيطلبوا ايه هي السوفت وير وبنشتغل ازاي عليه وازاي نتعلم وازاي نشتغل وازاي نؤهل لسوق العمل، فده طلبه الجامعات. وعندنا كمان دبلوم مهني متخصص، فبندي ما بشراكة مع جامعة عين شمس بنديهم ازاي بيشتغلوا المشروعات دي بجد زي ما يكون بيشتغل سوق العمل. لكن لو نزلنا المستوى الاقل شوية فهو بيبقى اورنس. انا كنت لما اشتغلت اكاديمية الواقع الافتراضي كنت بتكلم على اعدادي وثانوي، فما كنتش تارجت خالص ابتدائي، وكنا بنتكلم ان الولاد دي، وابتدينا نعمل ورش عمل على سن 14 ل 18 سنه، لكن الحقيقه عملنا ورشه عمل في متحف الحضاره لسن صغير ابتدائي، اكتشفت ان الصغيرين ايه ده عندهم نهم للعلوم دي، ايه ده بيتعلموا عندهم معلومه. يعني اللي استغربته ان هم عندهم معلومه وابتدوا يتجاوبوا معايا جدا ويتعلموا وابتدوا يشتغلوا بايديهم، فكانت مفاجاه بصراحه بالنسبه لي ان صغيرين بيحبوا قوي علوم الفضاء. صغيرين اللي هو سن كام؟ اللي هو مرحله اللي هو الابتدائي اللي هو من 10 سنين مثلا، من 10 12 سنه. فدول يعني بيبقى فعلا انترست بالنسبه لهم قوي وبيحبوا التكنولوجيا بيحبوا يشتغلوها، فكانت مفاجاه ان احنا عملنا الورشه العمل دي في متحف الحضاره للصغيرين، وانا كنتش مصدقه ان الولاد ممكن يستوعبوا في السن ده التكنولوجيا العاليه دي، لان يعني تكنولوجيا الفضاء والاستشعار معقده. واللطيفه زي حضرتك بتقولي ان هم عندهم معلومه، لكن البرامج التدريبيه هي اكيد هتوسع مداركهم اكتر، هتديهم معلومات اوسع عن هذا المجال، وهتصحح يمكن بعض المعلومات اللي قد تكون مغلوطه يعني ربما. انا بشكرك جدا الدكتوره غاده عطا يوسف نائب رئيس الهيئه القوميه لاستشعار بعد وعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لحضرتك.